احنا بفصل الشتاء واكيد الاولاد بالبيوت لانهم ما عم بيطلعوا برا كتير بيكونوا كتير زهقانين، فعندي اليوم 7 العاب او 7 افكار كيف تلعبي مع طفلك جوات البيت. عم بحكي عن اطفال من 1.5 سنة ل3 سنين، كيف نلعب معهم جوات البيت، وعنا 7 العاب حلوه كتير رح نلعبهم مع بعض. أول لعبة هي تصنيف الألوان. أكيد عندك بالبيت كتير ألعاب، أو مش شرط ألعاب، ممكن شحون بلاستيك أو كاسات بلاستيك كلهم ملونين وفي عنا كتير ألوان، فبدنا نقعد نصنفهم. هاي اللعبة كمان بتزبط إذا كان عندك كتير أولاد بالبيت، منحط كل الأشياء اللي فيها ألوان ومنصنفها. عند أول ولد منحط اللون الأحمر، تاني ولد منحط اللون الأخضر، على ثالث زاوية منحط اللون الأزرق. هيك بتعلمهم إنه مهارات الترتيب تتنمى عندهم، مهارات تنظيم كمان بتبدأ تتنمى عندهم، وبعرفوا كيف يتعاملوا مع ألعابهم إذا زهقوا بالطريقة الاعتيادية اللي عم بيلعبوا فيها، وبيبدوا يتعلموا عن الألوان لأنه بهذا العمر من 1.5 لـ3 سنين لازم يصيروا يعرفوا الألوان الأساسية اللي هي الأحمر، الأزرق، الأخضر والأصفر. اللعبة الثانية هي لعبة الطماي. لعبة الطماي كتير بتحفز الحركة عند الأطفال، وبالتالي منفرغ كل قدراتهم جوات البيت، وكتير الأطفال عادة بيحبوا إنه يتخبوا حدا يلحقهم، كتير يعني بتكون انبساط تام بالنسبة لهم، وكمان حلو بطريقة حلوة إنه تلعبي مع أطفالك بهاي اللعبة. اللعبة الثالثة هي إنه نبني بيت صغير جوات بيتنا الكبير. ممكن يكون تحت طاولة السفرة إذا كانت الطاولة عالية، ممكن تقلبي صوفة من الصوفيات وتغطيها بحرام وهيك نعمل بيت جواتها، ممكن حتى بيت خوتهم، تخوت الأطفال، إنه تحطي حرام من فوق ويكون هو جوا البيت. هاي كمان من الألعاب اللي بتقدر تحركهم خلال النهار جوات البيت، خصوصاً إذا ما بنقدر نطلع برا. اللعبة الرابعة هي لعبة الحركة. بدنا الأطفال يتحركوا، ومش بس بالركض أو المشي، بدنا بكتير حركات لازم الأطفال يتعلموها، زي الزحف، زي النط، أو النط على إجر واحدة إذا بقدروا يعملوا هذا الإشي. فمثلاً نختار نقطتين بالبيت، إذا في عنا مثلاً كوريدور أو إذا في عنا غرفة قعدة كبيرة، منحط نقطة هون ونقطة هون، ومنعلم النقط بمخدة أو بإشي، ومنطلب من الطفل يمشي من النقطة الأولى للنقطة الثانية بطريقة المشي، ثاني مرة بطريقة الركض، ثالث مرة بطريقة النط، رابع مرة بطريقة الزحف، وكمان بنقدر ننط على إجر واحدة إذا بيقدروا يعملوا هيك. وهاي اللعبة كتير بتكون إشي حلو نعملها إذا بيكون عندنا أكتر من ولد بالبيت، هيك بصيروا يخطوا أدوار وبتعلموا كمان إنه يستنوا بعض، وكتير بتفرغ لهم الطاقات جوات البيت. اللعبة الخامسة هي لعبة الرمي. أكيد بتحسوا إنه أطفالكم بهذا العمر بحبوا يرموا كل إشي، أكيد رمى الريموت على التلفزيون، أكيد رمى طابة على أزاز وكسرها، فعشان هيك بدنا نعملها لعبة، هيك منعلمهم يفرغوا طاقات الرمي بس بطريقة لعبة. لهاي اللعبة بدنا طابات، وطابات ما يكونوا قاسيين إنه إذا خبطوا بإشي ممكن يكسروه، طابات طراية، وبدنا زي سطل كبير عشان يرموا الطابات فيه. عادة الأطفال وخصوصا الأطفال الأولاد بحبوا يرموا، وبعتبروا إنه الرمي بفرغ طاقاتهم وبحسسهم بشعور بارتياح، فعشان هيك منحط السطل الكبير ومنبدأ نعطيهم طابات وبرموا الطابات بالسطل، ولازم يجربوا إنه تنرمي الطابة بالسطل، هيك كمان بتبدأ تحفز عندهم التطورات الحركية بإيديهم وكيف يتحكموا بأصابعهم وبقوة الرمي عندهم. اللعبة السادسة هي لعبة حلوة كتير لأنه بدها كتير تخيلات،
بتقدري تتخيلي انك عم تطبخي مع الطفل، بتيجي تاخدي طنجره صغيره من عندك من المطبخ، وعاده الطفل بحب كتير ادوات المطبخ الحقيقيه مش العابه البلاستيك، فبنيجي بناخذ ادوات المطبخ الحقيقيه وبنتخيل انه احنا بدنا نطبخ اشي مع بعض او نعمل اشي مع بعض. ممكن نتخيل انه احنا بدنا نروح على السوبر ماركت ونشتري اغراض، فاذا عندك مثلا عرباي بالبيت او مش شرط عرباي، ممكن سله، باخذ السله وبصير بده يشتري الاغراض اللي انت عندك اياهم بالخزاين، بتطلعيهم بتحطيهم على الطاوله، بصير بتخيل انه هو بالسوبر ماركت وعم بيشتري الاغراض وبيحاسب. هاي كمان لعبه كثير حلوه لهم وبتساعدهم على التخيل وننمي عندهم افاق التخيل. كمان ممكن نيجي ناخذ ورقه وقلم ونرسم اشياء، نتخيل اشياء، ممكن اذا عندك معجونه، اذا عندك تلوين، اشياء ممكن تلعبي فيهم انت ونتخيل اشياء مع بعض فيهم. آخر لعبة وهي اللعبة السابعة بسميها أنا لعبة البحر. بدنا نتخيل إنه في عنا سجادة كبيرة هي كأنها البحر، ونحط عليها مخدات صغار للأطفال، ونتخيل إنه في بالبحر زي أسماك ممكن إنه تعضنا، ونطلب من الطفل إنه ينط من مخدة لمخدة، وممكن كمان إذا في عنا صوفة جنب السجادة إنه تكون هي الصوفة زي كأنها هي شط البحر، وهيك بيكون ربح اللعبة. هاي اللعبة بتقدري تلعبيها بأي وقت، مثلاً كنتي قاعدة بقط القاعدة معهم وحسيتيهم زهقانين وزهقوا من ألعابهم، بتمسكي المخدات اللي عندك ياهم على الصوفيات وبنعمل البحر، وكتير بحبوها الأطفال، بتنمي عندهم مهارات الحركية وكمان بتحفز إنه يتحركوا كتير، وهيك بفرغوا كل طاقاتهم. بنقدر نلعبها بأي وقت من النهار وخصوصاً الأوقات اللي بعد الظهر، اللي هي هاي الأوقات اللي بيكونوا الأطفال زهقوا من النهار وخلص صار بدهم إشياء جديدة. هاي كل هالألعاب اللي شاركتكم فيها بتساعد كتير على تنسيق قدرات الأطفال، بتساعدهم على تنمية المهارات الحركية عندهم، بتساعدهم على تخيل وتنمية القدرات عندهم. فعشان هيك بتمنى إنه تطبقوها مع أطفالكم، لأنه أنا لقيتها إنه من الألعاب اللي كتير بحبوها أطفالي، وخصوصاً لما يكونوا زهقانين كتير. أكيد في عندكم كتير ألعاب أنتوا بتلعبوها مع أطفالكم، بتمنى تشاركونا فيها واحضرونا بالحلقات الجاية لأفكار جديدة ومواضيع جديدة على رؤية.